المحكمة نبهنا المتهمين إلى أن يصغوا لما سيطلع عليهم، وأمرنا كاتب الجلسة بتلاوة التهمة. النيابة العامة العسكرية كل من اللواء مبارك صالح المشن الزايدي واثنين فارمن وجه العدالة، فارمن وجه العدالة، اثنين أحمد عبد الله ضيف الله مجيدية فارمن وجه العدالة، محمد أحمد الزايدي فارمن وجه العدالة، الرابع علي مقبل محمد عبد القوي الهتار، الخامس الجندي علي محسن علي صغير الصعفاني، السادس الجندي زكريا عبد الواحد محمد عبد القوي الهتار. السابع يونس عبد الله حسين قاسم الغشمي، الثامن يوسف علي قاسم محمد الشامي، التاسع العريق طه عبد القادر سرحان العنوة، لأنه بتاريخ سابق على 19/5/2017 بدائرة اختصاص نيابة ومحكمة المنطقة العسكرية الثالثة، وهم مكلفون شرعا وقانونا ارتكبوا الأفعال المجرمة الآتية. أولا المتهمون جميعا وأثناء خدمة الميدان اشتركوا بعصابة مسلحة وخلايا سرية تحت مسمى جماعة أنصار الله الإنقلابيين الحوثيين، وتقاسموا الأدوار فيما بينهم بأن قاموا بالاعتداء على السلطات الدستورية ومنعها من أداء مهامها، وحرضوا علنا الجند التحول عن واجباتهم العسكرية للقيام بتنفيذ مخططا إجراميا ضد الجيش الوطني بقصد الخيانة، وأعدوا بذلك مخططا من الأسلحة والوسائل اللازمة من الأسلحة والتفجيرات. نتج عن ذلك مقتل عدد من الضباط والأفراد للجيش الوطني والمدنيين، وتخريب وإتلاف الممتلكات وسائل النقل العامة العسكرية والخاصة، والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات، وكما هو مبين تفصيلا في الأوراق.